السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم مصطفى عبد الله. إن شاء الله هتابع معكم سلسلة تعليم الخراطة المبتدئين. فكان في أستاذ على القناة سألني إزاي نعمل السن العدسي. طبعا أنا عايز أقوله بس أهم حاجة، لو أنا طلعت السن من جدول المخرطة، طبعا هو أكيد شاف الفيديوهات بتاعة تعليم الألوظ وكده. فأنا بس عايز أقوله هنا مثلا إن أنا مثلا لو أنا مثلا عايز أجيب سن 14، تمام، ده سن 14، اجيب المترنحة على التمانية، تمام، واروح الناحية التانية قصاده هنا اجيب البي والسي واجيب الواحد. انا هنا هنقل سن 14 مترنحة على التمانية، وهنا البي والسي، وهنا الواحد. في عندي هنا يد في المخرطة هي اللي مسؤولة عن خاصية ان انا امشي الجر اتجاه اليمين او امشي الجر اتجاه الشمال، او اعمل السن اتجاه يمين او اعمل السن اتجاه شمال. هي اليد دي، اليد دي هي المسؤولة عن نقل الحركة بتاع الفتايل بتاعة الألوظ والفتايل بتاعة الجر. اليد دي دلوقتي مفصول. انا بس عايز اوريك هنا حاجة بسيطة. انا دلوقتي مدور المخرطة في اتجاه اليمين، الظرف بيلف عليا زي ما انا شغال عادي، تمام. هنا الفتايل هنا عندي واقفة. طيب انا هنا هشغل اليد دي اتجاه اليمين، هنا اليد على اتجاه اليمين، هبص على الفتيل. الفتيل كده بيلف لفوق، تمام كده معايا. فهي اليد دي هي اللي مسؤولة عن حركة الفتيل ده. قلبت اليد على اتجاه الشمال، قلب لي الدوارة بتاعت الفتيل. طيب انا هنا لو انا مثلا جايب سن شمال، جايب اليد هنا على اتجاه الشمال، معنى كده ان انا هقلوص سن عكس. طب انا لو عشقت اليد بتاعت العربية، العربية كده بتلف ان هي راجعة لورا، فانا بالتالي لما هقلوظ يبقى العربية بتقلوظ لي سن عكسي، لان انا هنا طبعا جايب اليد على اتجاه الشمال. طيب لو انا فصلت العربية تاني، تمام، واجيب اليد على اتجاه اليمين، لو انا جيت عشق يد العربية كده اتجاه العربية معايا اتغير. هي دي بس النقطة بتاعت السن العكسي معايا كده، واضح؟ يبقى أنا عندي يد هي مسؤولة عن حركة اتجاه الفتيل بتاع العربية، زي ما انت شايف كده الاتجاه كده بيلف اهو. لو انا عكست اليد كده اتجاه اليمين، كده السن اتجاه يمين، كده السن اتجاه شمال. اليد دي برضو ثابتة في كل المخارج، يعني اي مخرطة هتلاقي فيها يد لوحدها بتمشي بتلف بتغير اتجاه الفتايل بتاعة الكارت. وعلى فكرة دي في نفس الوقت بتغير اتجاه الفتايل بتاعة الألوظ. يعني انا لو انا جيت هنا مثلا، انا هنا معشق الألوظة، لو انا قلبت هنا للفتيل بتاع الجار كذلك برضو انا معشق يمين، ان العربية هتمشي معايا يمين، تمام. لو انا جيت هنا بس بخطوة بسيطة خالص قلبت اتجاه العربية، قلبت اتجاه الفتيل الناحية التانية، هو هيلف لي اتجاه العربية الناحية التانية. فهي دي طريقة عمل السن العكسي، ان انا بغير اتجاه الدوارة بتاع الفتيل بتاع الألوظ. بوضحها لك تاني هنا اهو، كده يمين الفتيل بعكسه بس وخلاص، وبقلوص زي ما انا شغال بالطريقة العادية، تمام. وفي استفسار برضو تحت امرك.